بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا قلنا أن سفر اللاويين في أول 7 إصحاحات بيتكلموا عن أنواع الذبائح، 5 أنواع، وقلنا إزاي أن الذبائح دي بتشير إلى أبعاد في ذبيحة المسيح على الصليب. في حاجة ممكن كنت بس أحب يعني إحنا فوتناها. تاني نوع من الذبائح هو كان تقدمة القربان. تقدمة القربان كان فيها طقس مختلف عن بقية الذبائح، عبارة عن دقيق ملتوت بزيت وبعد ما بيتعمل بيبقى ممسوح بزيت، بيتمسح بزيت. فطبعا ده إشارة للسيد المسيح اللي قدم نفسه أو جسده عن حياة العالم، وبعد كده بيدينا نفسه في سر التناول. الزيت اللي بيتحط في الأول ده إشارة لاتحاد لاهوته بناسوته، والمسحة اللي بيتمسح بيها دي إشارة أنه مسح بالروح القدس، الناسوت مسح بالروح القدس في المعمودية عشان بداية الخدمة. يقول كده أنه مسح بالروح القدس والقوة في المعمودية، أو حل عليه الروح القدس مثل حمام. فده إشارة لتكريسه للخدمة، لتكريس الناسوت للخدمة. لكن طبعا اللاهوت متحد بالناسوت في الأول، فالدقيق ملتوت بزيت من جوه وممسوح برضو من إيه بعد كده بالزيت، اللي هي مسحة الروح القدس اللي جت في المعمودية، معمودية السيد المسيح. بعد كده قلنا الإصحاح 8 والـ9 بيتكلموا على التكريس الكهنة، وخدنا الإصحاح 8 بالتفصيل. بعد كده الإصحاح 10 هيجي فيه مخالفة هتحصل من بعض الكهنة وهياخدوا عقاب، دي هنخليها للأسبوع الجاي. بعد كده شرائع التطهير، إزاي الإنسان في حاجات تنجس وإزاي يتطهر منها. بيقولوا في اليوم 8، احنا كنا واقفين الأسبوع اللي فات إن هم قعدوا 7 أيام في الإصحاح اللي فات، قعدوا 7 أيام في الهيكل بعد ما لبسوا اللبس واغتسلوا ولبسوا اللبس وقدموا الذبائح. قعدوا 7 أيام كاملة ليل ونهار جوه خيمة الاجتماع. بعد كده في اليوم 8 دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة، صحيحين العجل والكبش، وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من الماعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين يعني عمرهم سنة، صحيحين لمحرقة، وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب، وتقدم ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح والشحم والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أو قدوم على المذبح كما أمر الرب موسى، وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحل. ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشاه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطاعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح. ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش والألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، وضعوا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى.
احنا قلنا موضوع الترديد ده بيمسك على ايديه يتحرك في الاربع اماكن كده زي بيوجه الشكر لربنا والذبيحة لربنا. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرج وبارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. يبقى هم الأول قعدوا 7 أيام في الخيمة، وبعد كده في اليوم الثامن بدأ زي ما ربنا أمر موسى يقول له قدموا الذبائح المحرقة والسلامة وتقدمة إيه القربان. وربنا ترأى ليهم وأعلن مجده للشعب، ونزلت نار من السماء وأحرقت ولعت في الحاجات اللي تقدمها على المذبح. فضلت النار دي بقى مستمرة جاية من السماء، فضلت مستمرة، وهم يحطوا الوقائد اللي هي المحرقة الصباحية والمسائية، ويحطوا الذبائح بتاعت الناس كلها بواسطة النار دي. النار دي ما لم تخمد طول الوقت. وبعد كده الشعب لما شاف مجد ربنا يقول ايه، رأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. فده ملخص الإصحاح، انه بدأ العمل الكهنوتي في اليوم الثامن، تقديم ذبائح، تقديم قرابين، مباركة الشعب، ظهور المجد الإلهي، النار الإلهية جت من السماء، هتاف الشعب أمام ربنا وخضوعه لربنا. أول فكرة مهمة ما نقدرش نفوتها، لازم نقف عندها، فكرة اليوم الثامن. دايما اليوم الثامن يشير للحياة الجديدة. الأسبوع وحدة على بعضها 7 أيام، اليوم الثامن ده يشير دايما للحياة الجديدة، بداية جديدة، بداية عهد مع ربنا. قيامة المسيح كانت في اليوم الثامن، يشير ليوم الأبدية اللي بدأ ولا ينتهي، وبداية جديدة معانا، بداية حياة جديدة المسيح بيوهبها لنا. الختان في العهد القديم كان في اليوم الايه؟ الثامن، إشارة أنه الإنسان مولود الأول عادي خالص، لكن في اليوم الثامن بداية جديدة، عهد مع ربنا، ياخد فيه الاسم الجديد، ينضم لعضوية أولاد الله، يبقى عضو في الجسد. فده دايما يرمز للحياة الجديدة والقيامة. قديس أغسطينوس بيقول ايه على اليوم الثامن؟ بيقول يوم الرب هو اليوم الثامن الأبدي الذي تقدس بقيامة المسيح، ويشير إلى الراحة الأبدية للجسد والنفس. برضو في العهد القديم كان عيد المظال يبتدي في اليوم الثامن، وهكذا. برضو ذبائح التطهير بتاعت اللي هنشوفها في لوين 15 عن اللي عنده سيل أو حاجة زي كده، كانت بتتقدم عن الأبرص وعن اللي عنده سيل في اليوم الثامن. فدايما اليوم الثامن إشارة لحياة جديدة، قيامة ربنا لخليقة جديدة، وما فيهاش بقى أي دنس ولا أي عيب أو شر من القديم. بعد كده موسى قال لهارون تقدم ذبائح. كان في 7 أيام الأولى كان موسى هو اللي بيقدم ذبائح عن هارون وبنيه، لكن في اليوم الثامن ده هم ككهنة بدأوا يشتغلوا بقى. دي بداية عملهم، بدأوا هم ككهنة وبيقدموا ذبائح عن نفسهم وعن خطايا الشعب. في بعض التفسيرات اليهودية اليهود قالوها عن العجل الأولاني اللي هو قدم كذبيحة خطية، اللي هو في بداية الإصحاح في عدد 2، في بيقولوا العجل ده في مقابل العجل الذهبي اللي صنعوه تكفيرا عن خطية العجل الذهبي اللي عملوه بنو إسرائيل وهارون ساعدهم فيه. فممكن يبقى ده اعتراف بأنهم غلطانين وبيقدموا لربنا. الذبائح اللي قدمها هارون، عجل أو تيس أو كبش أو غيره، كانت كلها من
من حاجة هارون ومن حاجة ولاده، من أموالهم يعني، مش من الشعب، علشان يعرفوا إن هم أيضا محتاجين يكفروا عن نفسهم، هم محتاجين غفران خطايا زي الشعب. الكاهن ما هوش واحد مختلف عن الشعب، الكاهن ده لازم يتوب ويعترف ويطلب غفران خطاياه زيه زي بقية الناس. وفي العهد القديم كان بيقدم من حاجته، مش مجرد انه بيقدم للشعب كتير، الشعب بيطلب، الشعب محتاج صح، لكن الكاهن كمان محتاج، فقدموا الحاجات دي ايه من حاجتهم. المحرقة اللي قدموها دي إشارة إنه لازم حياتهم تكون مقدسة لربنا بالكامل، دول بقى خلاص مخصصين لربنا، فحياتهم تتقدم محرقة حب كاملة لربنا. فالكاهن لازم يشعر إنه ضعيف زي بقية الناس، ويشعر إنه محتاج يتوب ومحتاج ينقي نفسه، محتاج دايما يتابع نفسه، محتاج يطلب مغفرة خطاياه. والحاجة التانية إنه لازم يحافظ على تكريس قلبه وحياته تكون مقدسة بالكامل لخدمة ربنا ولخدمة الشعب اللي ربنا حطه كوكيل لي عنه. بعد ما قدموا الذبيحتين دول، الكبش والعجل، بدأوا يقدموا عن الشعب بقى ذبيحة خطية عن الشعب وذبيحة محرقة. قالوا تقول لبني إسرائيل بقى، يعني اللي هي من أول عدد، من أول عدد 5، فبدأ إيه شعب إسرائيل كمان يقدم. فده يقول لك قدم إيه؟ قدموا ذبيحة خطية، وقدموا ذبيحة محرقة، وقدموا ذبيحة سلامة، وقدموا تقدمة قربان من الدقيق الملتوت بالزيت. خطية، محرقة، سلامة، قربان. هو الترتيب ده مش هو الترتيب بتاع الذبائح السبعة في السبع صحاحات الأولانية، 5 ذبائح، لكن هنا الترتيب ده الترتيب المناسب لاحتياجات الشعب. أول حاجة الخطية، ذبيحة خطية عشان تتغفر الخطايا، عشان تتفتح السك. وبعد كده بعد ذبيحة الخطية ذبيحة محرقة، يعني الإنسان يقدم نفسه. احنا قلنا ذبيحة المحرقة إشارة للطاعة الكاملة لربنا. يبتدي الإنسان بعد غفران خطايا يبتدي يكلم ربنا، يقول له يا رب أنا هبقى ليك، هبقى مطيع ليك، وحياتي دي كلها تبقى ذبيحة طاعة ومحرقة سرور ليك. بعد كده ذبيحة السلامة، شكر لربنا وإحساس بالفضل. ذبيحة السلامة هي ذبيحة شكر، ولأن ربنا عطانا السلام وعطانا النجاة والخلاص. بعد كده تقدمة القربان دي اللي هي فيها تقديم لربنا وفي حاجة بناكلها، ففيها شركة، دخول في شركة عميقة اللي هي بقت في العهد الجديد أعظم شركة بيننا وبين ربنا، وهي التناول. بعد كده البركة بتاعت هارون. فهارون في هنا بيقول إيه؟ يقول مرتين، المرة الأولانية ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، المرة الثانية دخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرج وبارك الشعب. مرتين، المرة الأولانية رفع هارون يده وباركه. رفع اليد إشارة للسلطان الكهنوتي، إنه بيرفع، والسلطان ده ربنا عطاه له، هو بيقدم منه للشعب. كمان رفع اليد إشارة، دايما كلمة اليد لما تذكر في العهد القديم إشارة لتجسد المسيح. ربنا مد إيده علشان يساعدنا، مد إيده علشان ينتشلنا من السقوط ويرفعنا ليه. فدايما مد اليد يقول لك مد يده ولمس فمي، دي إشارة للتجسد. مد اليد دايما إشارة للتجسد. فمد اليد هنا إشارة إن السيد المسيح
بيظهر وهو اللي صاحب البركة وهو اللي بيبارك. فالبركة اللي احنا بناخدها النهاردة من الكنيسة دي بركة السيد المسيح اللي في الكنيسة اللي بارك طبيعتنا بتجسده، يقولك باركت طبيعتي فيك. فهي البركة والنعمة بركة إلهية، بركة ثالوثية، بركة من الله الآب والابن الوحيد والروح القدس. عشان كده احنا دايما في الكنيسة نبارك بالطريقة دي، والمحبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة الروح القدس تكون معكم. فدي البركة الثالوثية، وهي هي نفس البركة بتاعة العهد القديم. يعني نص البركة مش مذكور هنا، يقول ايه وهو بيبارك الشعب؟ يقول ايه؟ دي موجودة في سفر العدد الإصحاح السادس، لما نبقى نوصل لسفر العدد ناخدها. لكن يعني هي نصها معروف، نص برضو بركة ثالوثية، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فتجعلون اسمي على شعبي وأنا أباركه. ده كلام ربنا لموسى وهارون. فدي البركة الثالوثية بتاعت العهد القديم، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، الآب والابن والروح القدس. دي البركة اللي بياخدها الشعب. البركة دي ما تجيش قبل تقديم الذبائح. تقديم الذبائح الأول تتغفر الخطايا، ندخل في سلام مع الله، ندخل في شركة مع الله، ناخد البركة. البركة ثمرة للشركة مع الله، والبركة موجودة في الكنيسة من خلال سر الكهنوت، فيها البركة كلها. ومن خلال سفك دم المسيح من أجلنا جات البركة للعالم. فمن غير أنه يقدم نفسه ذبيحة ما كانش ممكن العالم ياخد بركة. المرة الثانية بقى لما دخل موسى وهارون الهيكل، سوري الخيمة، وبعد كده طلعوا باركوا الناس، دي برضو فيها إشارة لطيفة. أول حاجة إشارة إن البركة تيجي من خلال الكنيسة، من خلال الهيكل، من خلال الذبيحة المقدسة، من خلال اجتماع الكهنوت مع التعليم، العمل الكهنوتي مع العمل النبوي أو التعليمي. هارون يشير للعمل الكهنوتي، موسى يشير للعمل النبوي والتعليمي. فالبركة تيجي من خلال كده، القداس وكلمة ربنا، العمل الكهنوتي مع العمل الكلمة ربنا والمفاهيم الروحية اللي احنا بنشبع بيها من كلمة ربنا. فما يبقاش في انفصال ما بين هارون وما بين موسى. يعني العمل الكهنوتي ماشي مع العمل الإنجيلي، العمل الكهنوتي ماشي مع العمل الإنجيلي. كمان في إشارة لطيفة إنه دخول موسى وهارون مع بعض للهيكل أو للخيمة الاجتماع، لك دخل إلى خيمة الاجتماع ثم خرج وبارك الشعب، إشارة إلى أنه الكاهن عضو في الكنيسة المقدسة والكنيسة قبلة الروح القدس، فمن خلال الكنيسة تيجي البركة. الكاهن ده ما ينفعش يشتغل من غير الكنيسة، ملوش أي قيمة من غير الكنيسة. من خلال الكنيسة يقدر يدي البركة، من خلال اللي هو بيغرف منه من الكنيسة وبياخده من عمل الروح القدس من الكنيسة يقدر يقدم البركة. غير كده هيبارك ازاي اذا كان هيبقى بعيد عن الكنيسة؟ عشان كده القديس كبريانوس يقول لا خلاص خارج الكنيسة، لان الكنيسة هي فيها عمل الروح القدس المخلص من خلال الأسرار المقدسة ومن خلال التعليم المقدس ومن خلال التقديس والتطهير، يبقى فيه خلاص. لكن خارج الكنيسة ما فيش. فالبركة هي عطية ربنا المذبوح من أجلنا من خلال الكهنة، والبركة هي عطية الروح القدس الموهوب لنا بواسطة ربنا يسوع لما قال لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم. وهو عارف طبعا لما يقول كلمة يتامى دي معناها إن فعلا الإنسان اللي محروم من عمل المسيح في حياته، محروم من عمل الروح القدس في حياته، يبقى يتيم، مفيش حاجة تعوضه أبدا، فقط حاجة لا يمكن أن تعوض.
وكمان ما فيش انفصال زي ما قلنا بين العمل الكهنوتي والعمل الكرازي أو التمتع بكلمة ربنا. في حتة بقى في الآخر اللي هو يقول فتراءى مجد الرب لكل الشعب في عدد 23. الحقيقة احتار فيها الآباء، مش عارفين كيف تراءى مجد الرب لكل الشعب، هل بسحاب، هل بنور، هل بصوت معين، يعني مش عارفين. لكن ممكن عمود النار نفسه أو عمود السحاب اللي كان حاضر إنه يظهر قدامهم في الخيمة، أو بشكل ظهور معين، إحنا مش عارفين. لكن اللي إحنا بنعرفه في العهد الجديد إن ربنا لما بيترأى بيترأى جوانا، وقال لنا طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولاد ربنا ما بقوش بعد ما بقوا يتناولوا جسد ربنا ودمه، ما بقوش محتاجين يشوفوا حاجة بعينيهم المادية دي. وفاكرين طبعا كلنا قصة تلميذي عمواس، أول ما كسر بارك وكسر وناولهما، لكن فتحت أعينهما وعرفاه فاختفى. خلاص عرفوه، خلاص شافوه، فبالنسبة لهم خلاص مش محتاجين يبصوا على حاجة بره، هم عرفوه، هم شافوه جواهم، مجد الرب تراءى لهم من الداخل، عشان كده مش محتاجين يشوفوا بعينيهم دي أبدا. بعد كده يقول وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم. إذا كانت الخطايا بتشبه نار بتحرق الإنسان وتبهدله، فالنار دي ما يغلبهاش غير نار الروح القدس اللي تحرق الشر وتخلي النفس كده تلتهب بمحبة ربنا. فالنار الإلهية تغلب نار الخطية، النار الإلهية دي تشعل في القلب وتخلي الخطية مش قادرة تقرب من الإنسان. قديس أبو مقار لما راح زار ماكسيموس ودوماديوس وكان يعني عايز يشوف تدبيرهم ويطمن عليهم وبيت معهم ليلة، فعمل نفسه يعني نام، وهم قاموا يصلوا وشاف في الصلاة زي نار طالعة من بق ماكسيموس، وشاف دوماديوس بيصلي وبيجاهد لكن الشياطين عاملة زي دبان وحشرات كده بتطير وعايزة تهجم عليه، وشاف ملاك ماسك سيف من نار يطرد الشياطين. النار الإلهية دي تطرد عننا كل نيران الخطية وتحرق أشواك الخطية. في عبارة جميلة بنقولها في قسمة من القسم بنقول فيها الكاهن يعني هو بيصلي بيقول ولأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي. ما تسمحش يا رب ان انا اكون في دينونة علي. ودي صلوة برضو، فكرة الدينونة دي ابونا بيقولها باستمرار كل يوم في كل قداس، صلاة كده سرية يقولها قبل ما يبتدي صلاة الصلح، يقول لا يكون لنا دينونة لنا ولا لشعبك أجمع، هذا السر الذي دبرته لنا خلاصا، بل يكون محوا لخطايانا وغفرانا لتكاسل. فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنفس. عايزين احنا بنتناول جمرة نار علشان تحرق الخطية وتحرق أشواك الخطية اللي في حياتنا، وتغلب أي نار خطية يعني موجودة تحرقها تماما وتغلبها وتبعدها عننا. طبعا خروج نار من عند ربنا ده إشارة لقبول الإيه؟ الذبائح، لقبول التقديمات دايما كده، وأنه ربنا راضي عنهم، فإشارة لقبول الله للذبائح، وكمان إشارة أو إعلان من الله إنه حاضر في وسطهم بمجده العظيم وبنار، ففي مهابة، في مهابة، مش أي حد يقرب كده، ها؟ مش أي حد يقرب، لأنه في نار، نار على المذبح.
فأعلنت مجد ربنا ومهابته. بعد كده يقول لما رأى جميع الشعب هتفوا وسقطوا على إيه؟ وجوههم. لما شافوا النار الإلهية جاية بتلتهم المحرقة وكده هتفوا وسقطوا على وجوههم. وده الهتاف ده فرح، ثمرة طبيعية لما الواحد يبقى فرحان كده يصرخ من الفرح ويفرح ويهتف كده. ودي برضو ثمرة بركة ربنا ليهم، ربنا باركهم، ربنا قبل تقدماتهم وكشف لهم مجده وشافوا النار المقدسة فهتفوا. ويقول لك وسقطوا على وجوههم، السقوط هنا خضوع وخشوع وسجود لربنا وإعلان بتسليم حياتهم بالكامل لربنا. السجود معناها خضوع ومعناها توبة وأيضا معناها تسليم، إن أنا تحت أمرك يا رب وتحت إيديك، أنت يا رب توجهني كيف ما تشاء، من هنا ورايح أنا هبقى بتاعك وأنت يا رب توجهني كيف ما تشاء. فخضوع كامل لربنا. كده خلص الإصحاح التاسع، والمرة الجاية ناخد الإصحاح العاشر إن شاء الله، ويمكن ناخد بسرعة كمان بعض من الحاجات اللي بعديه. بس كان حد عنده تعليق أو سؤال؟ حاضر. كانوا واخدين معاهم الدقيق من فين؟ الدقيق صح، هما ما كانوش بيزرعوا، لكن الدقيق كان معاهم كميات واخدينها من مصر. المن كانوا بيطحنوه بيبقى عامل زي الدقيق، بس انا مش عارف النوع اللي كانوا بيستخدموه دلوقتي. هما لسه ما وصلوش ارض الموعد وما زرعوش قمح، هل كانوا بيستخدموا الدقيق بتاع المن ولا دقيق من اللي كان معاهم؟ كانوا واخدين عجين واخدين حاجات معاهم من مصر، مش عارف. اتفضلي. لا، من ساعة ما الهيكل اتهد هما ما بيؤمنوش بالمسيح. أيوة، بس هما الهيكل اتهد سنة 70 ميلادية زي ما السيد المسيح قال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، واتهد وهما بيكبروا لحد النهاردة. لما نقول لهم طب ليه الهيكل اتهد، يقول لك مش عايز اقول بس الكلمه، يعني الرباي اللي كنت بساله مره سالته عن كده، الحقيقه جاوب اجابه غريبه الشكل، قال لي it is God's mistake. God's mistake. ليه؟ هو اللي سمح بهد الهيكل، دي مشكلته. يعني تخيلي المكابره، بدل ما الانسان يدور على خطيته ويدور يشوف ليه حصل كده يجيب العيب على ربنا. مكبر. يعني لو هم بيدرسوا ويتعلموا ويفهموا كل حاجة قدامهم، كل حاجة قدامهم ممكن، والنعمة موجودة والإعلان الجود نيوز والبشارة المفرحة موجودة، ولو عايز يتعلم ولو عايز يعرف كل حاجة موجودة. لكن طبعا مش منطق إنه دي مشكلة ربنا ودي غلطة ربنا. لكن هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فمن ساعتها الهيكل لما تهد توقفت الذبائح، بقى لها دلوقتي داخله على 2000 سنة، وكل الطقوس دي والحاجات دي ملهاش وجود في الوقت الحالي لا تمارس. عايز افهم هنا دلوقتي لما تهد المذبح تهد الهيكل كله باللي فيه تسوى الارض، اتبنى على الساحة نفسها بتاعت الهيكل، ساحة كبيرة خالص اللي مبني مكان الهيكل، جزء يعني من مكان الهيكل مسجد قبة الصخرة اللي بجولدن دوم اللي بقبة ذهبية، ده اللي في الوسط. المسجد الأقصى مبني على الجنب مش في حتة تبع الهيكل، يعني مش في نفس مكان الهيكل. المسجد الأقصى مبني في الجزء الجنوبي الغربي من الجبل، من الهضبة، هي هضبة كبيرة. الجزء الجنوبي الغربي منها مبني فيه مسجد الأقصى، مسجد ضخم خالص خالص، أكبر من قبة الصخرة، ضخم كمساحة. ولكن قبة الصخرة أفخم، أصغر بس أفخم وأعلى، وقبته دهب مطلية بمية الدهب.
قبة، هم مسمينه قبة الصخرة لأنها قبة فوق الصخرة اللي هي كانت مبني عليها الهيكل، أو اللي كان المفروض أن دي اللي كان هيذبح إبراهيم إسحاق عليها في نفس المكان. هو المسلمين حطوا بنوا الحاجات ديت مكان اليهود، مكان موجود فيها اليهود اللي كان فيها الهيكل اليهودي. بيحفروا سراديب، بس بيحفروا في الجبل، بس ده جبل يعني، مش مثلا أرض مردومة وفيها حاجة كانت تحت، ما كانش فيه حاجة تحت، ده جبل صخر، هم بيحفروا سراديب في الصخر، ما عرفش بيعملوا كده ليه، لكن ده جبل، أرض جبلية صخرية، والهيكل كان فوقيها ومتحوط بسور، تهد السور وتهد الهيكل. هما بنوا حاليا المسجدين دول، والارض مساحه كبيره يعني، ارض يعني فاضيه برضو، جبل واسع زي هضبه كبيره كده، اعلى حته في اورشليم في الشرق، شمال شرق اورشليم الجبل كده. اتفضل. الرموز دي كلها في العهد القديم كلها اتفهمت من خلال الصغير في العهد القديم، لكن السؤال دلوقتي، هل الرموز دي كان لها قيمة في حياة اليهود قبل المسيح؟ لأن واضح قوي إنهم ما استفادوش حاجة، واضح قوي إنهم راحوا للسد بسبب خطايا بتاعتهم، بسبب تركهم من الآبادة كلها، كل الآبادات كلها، كل الرموز كلها ما استفادوش بيها الحقيقة. هي ما قبل المسيح ما كانتش رموز، دي كانت طقوس، كانت طقوس وممارسات في فترات اللي كانوا بيعيشوا فيها مع ربنا، كانوا بيعملوا كده، يقدموا ذبيحة خطية عن خطاياهم، يقدموا ويعترفوا والأمور تبقى ماشية. لكن لما كانوا بيبعدوا عن ربنا، كان الهيكل بيتحول العبادة فيه لمجرد طقوس فارغة كده، وما فيش توبة، والناس مش بتروح، والناس بتعبد أوثان، وممكن بس في الأعياد يروحوا يهللوا، عادات وتقاليد مش طقوس روحية لها معنى، فيها غفران خطايا وفيها خشوع وفيها خضوع لربنا وفيها توبة، ما كانش كده. فهي كانت طقوس في فترات كانوا بيعيشوها، وكان في فترات يعني ما كانوش، ومش بس مش فاهمينها، ما كانوش بيعيشوها خالص يعني، كان بيبعدوا عن ربنا وبيعبدوا أصنام، بيعملوا طقوس أخرى وثنية، بيتبعوا طقوس وثنية. لكن هي مفروض أن هي كلها إشارات للسيد المسيح. نعم. عشان كده المسيح مسك الصوت وضربه. مثلا يعني قال لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، أنتوا جعلتوه مغارة لصوص، ده بيتي بيت الصلاة يدعى، ده بيت صلاة، مش مجرد أن كل شغلهم الشاغل البيع والشراء والمكاسب المادية. فطبعا وقعد يعلم البيت ده في كلمة ربنا وفي عبادة، في صلاة، في كلمة ربنا، ولم يدع أحد يكتس بمتاع، يعني بيت ربنا لكده. لكن طبعا هم ما مشوش يعني حسب كلام السيد المسيح، وبهدلوا الدنيا تاني فتعاقبوا. نعم. المرتفعات دي أماكن كانوا بيعبدوا فيها الأوثان، وكان فيها مذابح لآلهة وثنية، كانت في مذابح لآلهة وثنية، فممكن الشعب رجع لربنا لكن ما هدوش المذابح بتاعت الآلهة الوثنية دي، فبتفضل إيه تزغل العينين الناس، تفضل فخ، تفضل شرك للناس، واضح؟ فدي المرتفعات. لكن مثلا جه بعد كذا ملك كده حزقية يقول لك هو أزال المرتفعات، راجل بقى ما ينفعش يسيب حاجة من أثار الخطية، ما ينفعش يسيب عثرة، هو أزال المرتفعات، هو أزال المرتفعات. فحتى الحية النحاسية كانوا بيعبدوها فسحقها، وما بقتش فيه حية نحاسية، يعني
حاول يبقى بكل قلبه مع ربنا وأحيا العبادة في الهيكل. طيب تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، يا من قدمت ذاتك ذبيحة عن حياة العالم، قدمت دمك يا رب الإلهي لكي يشفع فينا إلى الأبد ويطهرنا ويجدد ضميرنا، يجدد حياتنا. أشكرك على عطاياك وعلى محبتك المتجددة لينا، أشكرك على جسدك ودمك المقدم لينا مجانا على المذبح باستمرار. ادينا نعمة يا رب ان احنا نعيش حياة مقدسة ليك، كن خاضعين ليك بإرادتنا وبفكرنا وبقلوبنا، وتكون انت يا ربي هو الكل في الكل لحياتنا. نمجدك يا رب ونسبحك كل أيام حياتنا. بركة أمنا الست العذراء باركنا، اعلن لينا مجدك، خلينا دايما نطلب مجدك يا رب وليس مجد هذا العالم ولا مجدا من إنسان في العالم. بركة كل قديسيك قبلنا واستجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا نالك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.